الكويس كومبليت بتاعنا فيه اهم حاجه في الدنيا هي السوري اللي هي الطرق اللي انت بتحط عليها المبنى. انت دلوقتي احنا عارفين ان هو معظم الناس تفرض لك بيرنجا بس فيه واشتغل. لا احنا ما عندناش الكلام ده. احنا هندرس دلوقتي هو السوري هو التربه عامله ازاي؟ التتابع بتاعها لو عندي ايه مشكله في السوري ازاي انا اقدر اعالجها؟ انت قول لي ليه بشاري يا واعي دي خوازيق دي مش عارف ايه ده كل الكلام ده ان شاء الله ده اهم جزء عندي في الكورس كونتنت. وبعد كده بقى نخش على شغل المعدات اللي هو البرامج. الفكره ان انت بتتعامل مع البرنامج انت مش لوزر. انا ممكن اقول لاي حد في اي كليه دلوقتي البروجرام ده خطوات 1 2 3 4 بيعملها هيعملها، بس هي الفكره ان انت ازاي تبقى انت راكب البرنامج، انت اللي سايق انت متحكم في البرنامج مش هو اللي راكب. فالبرامج اللي هنشتغلها ان شاء الله احنا هنشتغل طبعا الكات ده يعني هو انا ما عنديش بروجرام متصل هو سكاد يعني ده هو الرسم هو هيك وهيك تمام. وبعد كده ان شاء الله نبدا نخش هنعرف من قدامنا طريقين، يا اما من بعد الكاد لما بصفي البلان المعماري اللي طبعا مهندس محمود لانشاء هيبقى انا قدامي طريقين امشي فيهم، يا اما دلوقتي هخش على برنامج السيف يا اما اخش على السالب وانا اعرف مقارن النوادج ببعض ايه الفرق بين النوادج السيف والسالب وامتى استعمل ده وامتى استعمل ده. انا نفسي واحد من الناس انا ما بحبش السيف، انا ما بحبش انا يعني المدرسه بفضل السيف عن السالب مش بحب السالب. وبعد كده نبدا نشوف بقى المنشا بتاعنا ده بعد السيف او السالب بيأثر عليه احمال رياح وزلازل ولا لا؟ لو مش بيأثر عليها احمال رياح وزلازل طيب خطوه واحده على طول من بعد برنامج الساب هبدا ان انا دلوقتي اشتغل ان انا اجيب تسليل الاعداد بتاعي واسم القطاعات واطلع خلاص سلحت براده وسلحت عمود سلحت كمرات توفيق واخش اطلع لوحدي. لا المره ده هي رياح وزلازل انا ساعتها اخش على البرنامج التاني تمام. ابدا ازاي ان انا اتعامل مع الرياح في الرياح اللي جايه لي ازاي اتعامل مع احمال زلازل احمال رياح. دلوقتي شوف الدرافت بتاع المنشا هيتحرك قد ايه؟ طب المنشا ده مالتي ستوري يعني في ادوار كتير. دلوقتي انا امتى ابدا ان انا افكر في الكبس وانت لا؟ طلع لي من البرد الكبس على نقطه سيف. ما انا من بعد الكبس عندي طريقين، يا اما خلاص سيف اللي انا فرضته من تداول الايمان اللي انا عملتها اصلا من السيف، يا اما هي طالعه العمود يا اما العمود هيطلع اون سيف. لو اون سيف هخش دلوقتي على برنامج السيف سايكل. تعالى يا عم العمود ده اون سيف ايه؟ تمام كده؟ يبقى نبدا دلوقتي نشوف الكباسك ريشن بتاعي وابدا ان انا اظبط العمود عشان اخليه سيف وهكذا. في يعني طرق كتير ان شاء الله نمشيها سوا. بعد كده انا عايز ارسم تفصيله للي انا عملته ده. اروح لبرنامج الكاد. كاد ستراكشر كتيري. هنبدا نشتغل على البرنامج ده نعرف اصلا يعني ايه الانتروبيس بتاعته، ازاي ارسم طبعا منه سيكشن، ازاي ارسم منه. ده هيكون اول محتوى عندنا، اول حاجه في الكورس كومبليت بتاعتنا اللي هي بعد السوري. تاني حاجه بعد السوري القاعات. انا دلوقتي بقى عندي قاعه، عندي حته ارض على اي شكل ما، وعايز اربيها في قاعه بحيث ان ما يبقاش فيها مبنى.